ندير التليفون ديالك. ما كنديرش الرحمه باش تخلع، باش المرات هذيك خالتي اللي خلاتي تخلع. شنو سميتي غزلان؟ اذا اسعد الله اوقاتكم متتبعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينه الدار البيضاء. ومعنا اليوم واحد السيده، واحد الام اللي كتقلب على بنتها اللي خرجت نهار ثاني عيد، اسم ديالها غزلان، خرجت في ظروف رامضه، يعني ما كانتش عندها شي مشكل، كانت سوى انها كانت كتكلم اولا كتهضر في الواتساب مع واحد السيده اللي هي كبر منها، عندها 36 سنه كتهضر هي وياها، والام ديالها ما كتعرفيهاش. اختي عاودي لينا. قالت لي ماما كنهضر مع واحد المراه عندها 36 عام يومها، قالت لي بغات تجي تعيد معنا. قلت لها بنتي حنا ما كنعرفوهاش، ما كنعرفهاش، وبابا في مشلول انا ما غاديش نجيب انا مرات ما كنعرفها مش حاجه ندخلها لداري ما نجيبهاش عندي ما كنعرفهاش. قالت لك لا ماما نجيبها، صحه نجيبها. وهاد السيده فين عرفاتها؟ في التليفون كتهضر مع بنتي، ما عرفتش كيفاش كدوي معها في التليفون، انا ما قارينه وما عارفاش كيفاش كدوي معها في التليفون. ونات ملي عيطت قلت لها ما تجيبيهاش، زادت وخلات ما عرفتش اش جابها، واش هذيك المراه هي ديالي اللي في الرحمه، واش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش فين مشات. فقط صغيره كدوب لها انسولين، مريضه مسكينه، مريضه كدوب لها انسولين سريع وما داتش معها التربله، وانا كنطلب هذيك المراه اللي كانت ام وحست فيا تحس فيا شويه ترد عليا تحس بي بنتي شويه وتحس بي وباها وتحس بيا انا مزيانه وبابي انا نموت ليها رجليها ونموت ليها رجليها وترد ليا بنيتي وترد ليا نشوف لا عندو بنيتي انا مزيانه وبابي ولا كاين راجل ولا كاين انت يحس بيا عندهم خوتهم وعندهم خواتاتهم اختي انا مزيانه فيك نموت ديك رجليك اجيب ليا بنيتي اختي اجيب ليا ليا اختي كيما كانت اجيب ليا نشوف انا مزيانه وبابي كنت اللي كنتي عمر غتحسي اللي كنتي عمر غتحسي بيا وتشوفيني كي دايره بابا مريضه مشلول ما كيهضر ما كيوقف انا مزيانه وافك اختي انا مزوقه فيك نبوس لك رجليك اجيب لي بنيتي اجيب لي نشوف الله يعطيك امي يمتك وخلي صحتك ردي لي بنيتي ردي عليا راني تشويت راني كنجري بالليل وبالنهار وما خليت فين مشيت نضل لي عضاري ما كنكلش فيه ما كنطيح ما والو نضل غادي فوق صباح المجد نرشي وندير ما كنبركش. واش عندها صحابات كتمشي عندهم؟ ما عندها لا صحابات لا حتى حاجه، كونها كانوا عندها ما يبقاش فيا الحال، كونها كانت كتخرج ما يبقاش فيا الحال، ما كتخرجش الحال ما تهبطش لي والله ما كتهبط لي جيني نسول لهم من راسها كندي وكنجيب على ظهري الشكر على ظهري ندي ونجيب انا نقول فيها عاد الباب تنجيب حيت كطيح كتغيب كتخافي عليها بزاف كطيح كيجي السكر كتغيب كنخاف عليها هذاك الشيء اللي خرجت منه هو اللي طحت في داه هذاك الشيء اللي خرجت على بنتي منه هو هذاك الشيء يكون ردتي عليا اختي ردي عليا كيف ما كانت عجبي انا باغا عجبي عجبي ليا بنتي واخا تكرس عليها عجبي عليا عجبي ليا بنتي نشوفها عجبي عليا الله يرحم لك غير الوالدين عجبي عليا فوقاش بالضبط اختي خرجت خرجت مع 12 ديال النهار نهار ثاني عيد نهار ثاني العيد مع 12 ديال النهار قلتي لي احتمال تكون مشات للرحمه احتمال هي هذيك اللي كدوي معها هذيك المراه اللي كدوي معها هي يوم كاين كتسكن في الرحمه في الرحمه انت ما كتعرفيهاش انا ما كنعرفهاش بنتي اللي قالت لي ماما في الرحمه انا ما كنعرفهاش انا انت الا شفتيها كتعرفيها ما كنعرفهاش بنتي ما كنعرفهاش لا في التليفون ما شفتهاش في وجهها قالت لي انا قلت لها بحق وصافي واش كانت قالت لها جي هربي على امك وجي عادي واش قالت لها ما فهمتش ما فهمتش دابا ما فهمت حتى حاجه واش ديتي عليا هربتي عليا ما فهمتش ما كناكلهاش هاجي انا مول كيطيبو راجلي نجيبو ليه شويه باش كيشرب الدواء والله الا كنطيب كنخرج مع الصباح كندير ها كنبوق كنهجن نمشي وكنسيب حتى الليل هذا كندخل برد خلط تل وحده ونص الليل وانا في الرحمه ديك ديك راني عند البوليس ديك راني عند البوليس ديك راني خمسه قتلوا لي يديروا بها شي حاجه ويلوحوها ما فهمتش هتجيبها ليا كيما كانت عطر دير لي كيما كانت هتجيب ليا بنتي هتجيبها ليا هتجيبها ليا حدايا كي بنيتي
حياتي. يا قبل يجي انا ردك راجل ما ردكش بنت، يا قبل يجي نقول لك نوضي من بلاصتك طلعي ناس ما نقولش لك حتى حاجه مني جاي ارجع. يا قبل يجي راني في الشيخ يا كان كدرت انا قبل يجي كتبت يا قبل يجي وجهي لك كل لا واش كنقول لك شقاي واش كنقول لك قبل يجي تسخري واش كان حوايج نصبينهم لك كلشي نديرو لك كنخليك نتكي ما نوضكش من بلاصتك ناهي ما كنوضكش بنتي واش ديرك عزري بنتي ما ديركش بنتي ارجعي ليا. واش ضربتيها النهار الاخر؟ ما ضربتش هذيك الساعه اللي ضربتها هذيك ضربت هذيك صحرياتي. علاش ضربتيها؟ على قبل هذيك البنت على قبل هذ المرة قلتي لها ما كنعرفوهاش ما تعيطش معاها ما كتعرفي حتى شي حد هذاك الراجل مشلول شو ما عليها عندها 36 عام رافقه مع الدري عندها 16 عام مرأة راجل مشلول وغاتجي باش مرأة مصابة دابا بنيتك في المرأة 16 سنة قاصر قاصر والبنت اللي كانت كدوي معاها عندها 36 سنة وقالت لي ماما في الرحمة واللي شافها بتصويرتها الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم ودي يخلي لكم وليداتكم ويخلي لكم ما عز ليكم لا اجيبوا لي بنيتي انا مزاوقه فيكم وليدي انا مزاوقه فيكم انا مزاوقه فيكم اجيبوا لي بنيتي اجيبوا لي كما كانت انا مزاوقه فيكم هردوا عليا صافي هردوا عليا كما كانت جيبوها لي صافي نشوفها تبارك حدايا يا ربي انا اللي ما جبتش لي بنتي راه نموت انا اللي ما جبتش لي بنتي علاش عايش رايش على قبل عم انا علاش عايش راه على هذيك البنت انا علاش واقف في غد الدنيا بهذيك البنيه وقتل راسي ما نبقاش حي اللي ما جاتش لي بنتي اش فيه علاش غنبقى عايش علاش راه على قبلها علاش واقفه على قبلها علاش راني نصبر في الديور عليهم راني ديعا عليهم ارجعي لي بنيتي ارجعي لي ارجعي لي اللي بغيتي ندير لك بنيتي ارجعي انا ارجعي لي بنيتي هادي شافني رد عليا التليفون شاعلتي اه راه ما كنصوني وما كيجاوبوني حتى حد يعني كيصوني بعدا كيصوني وما كيجاوبونيش كنصوني بالنمر ديالي وما كيجاوبو كيصوني ولا جيراني وما كتجاوبش تشكيت عليه يقول لي راه خايف نصوني على الهواء واخا صيفطتي لها شي ميساج توريتيني قراتهم قراتهم وما جاوبتنيش واش قال عليها التليفون واش مكرفسين عليها ما عرفتش غير ردوا لي واخا تكرفست يردوها انا بها غايجيبوها ليا هايجيبوا لي بنتي هايجيبوها صافي انا باغا كيما كانت غير ردوا عليا صافي لا طاب لا طاب مالتي ما نديرها تجيب لي بنتي وتبقى حدايا صافي انا ما جاتش بنتي والله حتى نموت وما نبقاش حيا انا ما جاتش عندي بنتي والله ما نبقى عايشه والله ما نبقى ما جات لي بنتي اش غنبقى ندير في الدنيا على قبل يوم علاش عايشه ما جات لي بنتي علاش غنبقى علاش با مشلول ليا مريض علاش انا خدام عليهم في الدور هاتي لي بنيتي كيما كانت كما كانت راني باغاها هاتجي كما كانت هاتجي ليا بنيتي هاتجي عندي ونشوفها ولا ما جيتش بنيتي والله بنيتي تنموت والله يا بنيتي تنموت يقول لك ماما كنات والله ما نبقى بنيتي راني جيت تعيت وما لقيتكش راني نضل نجري ونسول في القهوه نسول في الضيوف نسول في الدراري نقول مولاي واش عرفتي بنتي تحت موري علي انا عرف بنيتي ما رجع عندي ارجع بنيتي لك تبويت وكنت عزيز عليك رجع عليا ما خليتش ما درت لك بنيتي ياك ما خليتش ما درت لك وانت الشيء اللي درت لك ما كيدرش ليك واخا سولتي العائله العائله كامله سولتي كلشي حتى سولته صحاباتها اللي تيقراو معاها عندها راه وحده جات مسكينه امها دعات قلبت معايا البارح حتى عيات ورجعت للدار بنت تقلب معايا مسكينه من الخدمه جات هاد بنت تقلب معايا ومشات مسكينه هي اللي كتعرفها ما كتعرف حتى شي حد المدرسه كانت مدرسه دابا باقا حدا تيتصور يقول لك الاستاذ هادي الحارسه هادي راه ما كتنوضش من عندها كنبقى بها تعد اش توصي انت كتخرج نشد من ليده وتجيب واخا اختي دابا احتمال اللي كتقولي الوحيد هو ديك السيده اللي كتكتب هذيك السيده اللي معاها في الواتساب في الواتساب ما حاولتيش تعرفي الرقم التليفون ديالها ولا فين كتسكن ما قارياش ما فهمتش حاجه ما نعرفش نشد نوامر ما نعرفش شنو كانت كتعاود لك ماما هاد البني هاد السيده راه ما عندهاش فين تعيط تقول لي يا ماما هاد المره مسكينه ما عندهاش فين تعيط وامها حتى هي غا خدامه في الديور ماما ونجيبوها عندنا ماما هي وامها ديك البنت ما كنعرفهاش لا ضحكات تقول شي حاجه ما كنعرفهاش بنيتي غنجيب ما كنعرفهاش انت عندنا وانا وباك مري ما كاينش اللي دافع علينا ما نعرفهاش هادشي علاش ناط كامل هادي واحد كبيرة عليها ماشي تا قدها كبيرة عليها بزاف 16 عام وحدة 36 عام راه بزاف هادا وهادشي اللي دارت لي كانت كدوي معاها النهار كامل كانت كدوي معاها كدوي معاها كدوي معاها وقالت لي ماما ساكنة في الرحمة كتهضر معاها كتهضر قلت لها بنيتي هضري مع اللي قدك اللي صار منك هادي راه كبيرة عليك بزاف هي كتهضر معاها لا عمرت لها راسها عمرها فين عرفاتها؟ لا في التليفون ما عرفتش كيفاش كيدخلوا في هذاك ما فيش مجموعة شي مجموعة كتشاطي فيها اي كدوي معاك كيهضروا فيها بنات وولاد وكلش كتهضر معاها انا ما عرفتش هذاك الشيء اللي كيدخلوا لي ما عرفتش شو حشتيها؟ الموت بنيتي يوريوها لي غنشوفها غنشوفها حية نشوفها عايشة نشوفها قدامي ولد الساعة اللي بغات الموت تجي صافي حتى ما بقات ليش الحياة ما بقاليش حياة نمشيو لك وليدات نمشي لك كلشي
قلتي لك كل شيء اللي ام راه تحس بيا، اللي ام تحس بيا، تحس بالالم وتحس بيا. ما كناش كنبات فايقه ملي كنت كنسمع الغوت ديالك تغوت مع ما في ودني، والله ما نكذب عليك، كنت تكا بنيتي كنسمع ماما وكنوض وكنبقى جالسه كنت معاك تغوت عليا في ودنيا. صافي كنقول بنتي تكرفصات كيتكرفصوا لها. صافي ملي كنسمعك كنبقى باقي حتى الصباح، ما صباح كنبجد فيه نخرج لبيه. صافي مابقاش هادي تامل. صافي حيت كنغوت كون تجاوبني تقول لي ماما بعدي مني ولا تعايرني ولا هتجاوبني غتجاوبني هتجاوبني تقول لي ماما انا راه حيه بعدي مني مابقيتش بغيتك ولا هتجاوبني غترد عليا هتجاوبني وما تخلينيش مشويه هتجاوبني هتجاوبني انا ما كنتش ندير لا والله اللي عالم ربي لك يا ربي اللي عالم بنتي. اذا متتبعي قناه شوف تي في، هذه الصوره ديال غزلان. غزلان في عمرها 16 سنه اللي خرجت من دارهم نهار ثاني عيد، ما عمرها مشات لشي بلاصه بدون اذن ديال الوالده ديالها. 16 سنه راه مازال قاصر. كانت كتعرف واحد السيده عندها 36 عام كتهضر هي وياها في الواتساب، قالت لها قالت لماماها غتجي عندني تجي عندنا هاد السيده هي والام ديالها ما عندهاش باش يعيدوا. الام ديالها رفضات، قالت لها ودي حنا ما كنعرفوهاش ما تجيش عندنا، فضربتها وخرجت نهار ثاني عيد. فالام ديالها نتوما كتشوفوا مسكينه الحاله ديالها كتسوى على بنتها. فكنتمنوا من المشاهدين اللي كيشاهدوا هذا البث المباشر الله يجازيكم بخير، بارطاجيو بارطاجيو هذا البث المباشر باش نلقاو اليوم قبل غدا غزلان وترجع عند ميمتها وترجع عند خوتها. الله يجازيكم بخير غزلان، الا كنتي كتشوفي هذا البث المباشر رجعي عند ميمتك رجعي عند خوتك راه توحشوك كيقولوا راه ربما في الرحبه الله اعلم. اذا اللي شافها او لا قدر يتوصل ليها يتواصل مع الام ديالها في الرقم ديالها 06-15-24-14-88 06-15-24-14-88. شنو الكلمه الاخيره تبغي تقولي لنا؟ الله يرحم ليهم الوالدين اللي شافها يغوت عليا، اللي شافها يشد كاع ويجيبها ليا. الله يرحم ليهم الوالدين، يحسوا بيا ويحسوا ببواها راه مشلول ما كيهضر ما والو، يحسوا بيا يحسوا بيا غا شويه اللي ام راه تحس بيا ولا عند خواتاتي يحس بيا. اذا واضح امتي واضح، نتمنى ان شاء الله ترجع لك بنتك على خير ان شاء الله. اذا هذه الصوره ديال غزلان مشاهدي قناه شوف تي في، اللي شافها او قدر يتوصل بها يتواصل مع الام ديالها، راه كتواجد في منطقه الولفه 06-15-24-14-88 في القريب العاجل. الله يجازيكم بخير وحاولوا تبارطاجيو هذا البث المباشر. اذا مشاهدي قناه شوف تي في نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، الى اللقاء.